أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ابتكر مهني سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء طريقة جديدة لتجويد عملهم والخروج بزي موحد عبر تأسيس تعاونية جديدة أطلق عليها تعاونية تاكسي في الديك. للحديث حول هذه التعاونية ومستجدات القطاع نستضيف معنا للنقاش الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي ورئيس تعاونية تاكسي في الديك. اهلا وسهلا استاذ صديق. شكرا استاذ عبد الله ولموقع انفاس ومن خلالك الطاقم التقني المرافق لك على هذه الاستضافه من اجل الحديث على التجربه الفتيه، هذه التجربه التي نسعى ان تكون نموذجيه ان شاء الله. نعم استاذ صديق، يعني العديد من زبائن طاكسي صغير في الدار البيضاء كان كينتظروا هذه التجربه بفارغ الصبر. شنو الدوافع لتاسيس هذه التعاونيه؟ اكيد اي عمل لله كتكون عنده اسبابه وكتكون عنده دوافعه. فبالطبع كيف كتعرف انه قطاع سياره الاجره من القطاعات الغير مهيكله والغير منظمه وكيعاني واحد العدد كبير ديال الاعطاب والاختلالات، كذلك حتى العلاقه ديالو مع الزبناء علاقه اللي ماهياش متدنيه، يعني الخدمات نسبيا متدنيه، وهذا وكاين مؤاخذات على الخدمات المقدمه ديال هذه الوسيله النقل. فبالتالي يعني كان بالضروره اننا نفكروا من بعد الاستماع للمؤاخذات ديال الزبناء وديال الجميع والاعلام والكل ينتقد في الخدمات المقدمه في هذه المدينه هذه، فكان بالضروره اننا نوقفوا مع الذات، نديروا واحد التقييم موضوعي، وقفنا لقينا انه الانسب لنا والحل لبعض المشكلات ديالنا وجزء من المشكلات ديالنا هو اننا ننتظموا في هذا الاطار التعاوني لما يتيحه من امكانيات ومن تحفيزات، يعني واللي تروم بالطبع اننا نخرجوه من هذه السيمه الغير المنظمه ديالو الى سيمه منظمه. فبالتالي ما يمكنش لينا غادي نراهنوا على الاداره ولا على السلطه ولا هذا ان غتحل لنا كل المشكلات ديالنا. كاين واحد الشق اللي هو مرتبط ومن الصلاحيات ديال الجهات المسؤوله على هذا القطاع، اللي هو ديال تجويد القوانين، تجويد شروط العمل. مي في شق ديال تجويد شروط العمل كاين واحد الشق اللي مرتبط بنا حنا كمهنيين وخصنا ناخذوا فيه المبادره. دونك تعاوني الطاكسي في الديك جات باش تجاوب على هذه المشكلات اللي هي مرتبطه بالجانب الذاتي. على سبيل المثال، وهذا امر لا غير مفكر فيه، غير يعني العقل النقابي ديال القطاع لا يفكر في هذا المستوى اللي هو ديال المشتريات والحاجه ديالنا القطاع الغيار. فهذا الامر ما كاينش اللي كيفكر فيه، يعني انه اليوم بعد كنجيو نشوفوا الواقع القطاع كنلقاو واحد يعني باش تستغل طاكسي الكلفه جد 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 مرتفعه. هذا الامر ما كينتابع ليه حل، يعني حنا باش كيبان لنا الحل هو نمشيو للتسعيره والرفع من التسعيره، في حين كاين حلول اخرى لهذا المشكل ديال الكلفه تاع الاستغلال المرتفعه. فإلا حاولنا اننا روغروبيو او نجمعوا المشتريات ديالنا ونشريو بشكل جماعي، فاكيد غادي نستافدوا من تخفيضات، من تحفيزات ضريبيه، وهذه من الامور ولا الامكانيات اللي كتعطى في هذا الاطار التعاوني. فبالتالي يعني الوقيته اللي مثلا غادي نكونوا ناخذوا مشتريات ديالنا جماعيه، فاكيد غادي نخفضوا من ديك الكلفه وغادي يكون عندها اثار على الوضعيه الماديه المهنيه ديال الاخوان ديالنا المهنيين. مع انطلاق تعاوني الطاكسي في الديك، شحال العدد الاولي ديال سائقي الطاكسي اللي غادي يستافدوا، ولاحقا شحال غادي يطرحوا العدد في الشهور المقبله؟ بالنسبه للمساهمين دابا تقريبا حنا في حدود واحد 300 متعاون. سمعتي 300 متعاون، هي وهذه من المبادئ ديال الحركه التعاونيه ومن اداء انها مفتوحه للجميع، الانخراط كيكون فيها طوعي، المسؤوليه كتكون جماعيه، وهذه من الامور اللي يعني من الاشياء الجميله والايجابيه جدا في هذا الاطار التعاوني، وهو اللي كيتناسب مع طبيعه القطاع، لان قطاعنا ذا طبيعه اجتماعيه 100%. اذا الاطار اللي كيتناسب معه هو هذا الاطار التعاوني. وحنا ماشي بعد كنتكلموا على التعاونيه،
التعاونية ماشي غادي نختزل غير في هذا البعد الاقتصادي ولا هذا، مي التعاونية نحطينا لها واحد الاستراتيجية اللي هي ولا تبنينا فيها واحد الاستراتيجية ديال الجودة الشاملة، يعني أننا نسعى من خلال هذا المشروع أنها تكون واحد العلامة في الخدمة ديال النقل بواسطة سيارة الأجرة لتحترم المعايير ديال الجودة. وبعد كنقول الجودة الشاملة بمعنى كاين جانب الاهتمام بالمستغل بصاحب السيارة وسيارته، كاين الجانب اللي غادي نهتموا فيه بالسائق وبالشروط اللي كيشتغل فيها وباخراجه من الوضع تاع الهشاشه لواحد الوضع الاجتماعي اللي نسبيا مزيان، يعني من العمل الغير لائق الى العمل اللائق، لانه يعني كيف كتعرف انه العمل غير اللائق هو عمل اللي كتلقاه لا يتوفر لا على حمايه قانونيه ولا اجتماعيه ولا صحيه للسائق، لان داخل التعاونيه غادي يكون محمي قانونيا بما انه داخل التعاون غنضمنوا ليه الاستقرار ديالو وغنضمنوا ليه الحمايه الاجتماعيه ديالو والصحيه ديالو. واخر يعني العمل كله متوجه لمن؟ للزبون. الزبون وانت كتعرف السي عبد الله كما يعرف الجميع انه كاين مؤاخذات على السيارات تاع الاجره، سيارات غير نظيفه، سائقين ما مهتمينش بدواتهم، التعامل الخشين. فاحنا في هذا المشروع ركزنا على ان الزبون نعطيه واحد الخدمه لتليق به، خدمه ديال الجوده، بحيث ان السيارات ديالنا غادي يكونوا سيارات نظيفه، السائقين ديالنا غادي يكونوا عندهم واحد البدله. شحال العدد اللي غيستافدوا من اول دابا في البدايه التجربه باش هذاك التجربه غادي تنطلق ب 50 سياره اجره في افق، يعني في اواسط نتمنى على الله في اواسط شهر غشت نوصلوا للعدد ديال 150. وبهذا الشكل يعني كل ما الاخوان ديالنا استوفات الشروط ديال لا على مستوى السيارات ولا السائق خدعوا، حيت بالضروره السائقين ديالنا كيخدعوا لواحد التكوين، يعني ما يمكنش يجي ويحمل الصفه ديال طاكسي سائق طاكسي في يديك الا بخضوعه لواحد التكوين. اذا كل ما تكونات مجموعه واستوفات الشروط فغادي غادي غادي نطلقوا صديق. خلال السنوات الاخيره الحلول التكنولوجيه فرضت نفسها بالنسبه للقطع سيارة الاجره، شنو هما الحلول اللي غادي تبرمجوها من خلال التعاونيه على مستوى الحلول التكنولوجيه، التطبيق، يعني الحجز عبر الانترنت، شنو هي الحلول يعني اللي غادي تبرمجوها؟ حنا هذه المساله ديال اليوم ديال 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 الانخراط التكنولوجيه ماشي رغبه ذاتيه او واحد الترف ولا هذا، مي فرضاته الظروف. اليوم كيف تعرف ان مدينه الدار البيضاء من المدن اللي تعتبر مشروع يعني المدينه الذكيه، وهذا الشيء ديال لا تكنولوجي ولا امر ضروري وفارض ذاته، يعني بالتالي الانخراط في لا تكنولوجي كتفرضوا الشروط تاع العمل وهذا، وانتم كتعرفوا بانه اليوم هذا الشيء ديال التطبيقات راه ولا يعني دخل بواحد الكثافه، دخل بواحد الكثافه دون احترام الضوابط ولا الشروط ديال هاد النشاط هذا. غيكون تطبيق خاص اكيد غادي يكون تطبيق خاص بالقطاع. الاسم ديالو استاذ صديق غادي يكون الاسم ديالو سي تاكسي، يعني باطر مغربيه مغربي 100%. لانه للاسف احد وحنا تجربه سابقه لنا في هاد الباب هذا، كنا انخرطنا في هاد الشيء ديال التكنولوجيا وتعاقدنا مع واحد التطبيق وكان خضع لواحد دفتر تحملات اللي حطاته السلطات وبدا خدام للاسف. وهذه من المؤاخذات اللي على السلطات المحليه انها تصدر قرارات ولا تحميها. يعني لا يعقل انني نعطيك ترخيص وتخضع لي للشروط ونعطيك ترخيص وهذا ونخلي الساحه مفتوحه اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، يجي التطبيق يبدا يشتغل، يبدا يشغل سيارات غير مرخصه لحمل الركاب، وهذا كيتعتبر منافسه، تعتبر منافسه لا قانونيه لا شرعيه. وللاسف ان هاد الشركات تاع التطبيقات لا داعي لديك الاسم، راه معروفين شكون هما، يعني لا يحترمون. احنا مع 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 الاستثمار مع توفير مراصيف الشغل، ولكن في احترام للقوانين والتشريعات ديال البلاد. لا يمكن باش نجي نستثمر ونغتصب القوانين ديال البلاد ونبخس من المؤسسات والاجهزه ديال البلاد ونبدا نحدث الفوضى
نحدث الفوضى داخل هذه المنظومة تاع النقل. اليوم 5 تطبيقات ولا هذا اللي كاينين، كل شيء كيشغل سيارات غير مرخصة، يعني ما هي الغاية ديالهم، ما هي الخلفية ديالهم، إلا أنهم يبخسوا القطاع في أفق الإجهاز عليه. وللأسف أنه حتى الناس اللي كيقولوا بأن هاد الناس رجعوا باش يستثمروا ويوفروا فرص الشغل، أن أي فرص شغل يتحدثون، إذا كانت فرص شغل فيحترموا المقتضيات ديال مدونات الشغل. اليوم كيجي مستثمر في التطبيق في الهاتف في واحد الحاسوب، واللي عنده سيارة مرحبا يجي يدخل. إذن هذاك السيد، هذاك اللي عطاه هذيك الفرصة الشغل اللي يتحدثون عنها، كيجي في السيارة ديالو، الجهيزات ديالو، الهاتف ديالو، وكيديو معاه العمولة. إذن عن أي فرصة شغل يتحدثون؟ عن أي فرصة شغل؟ إذن تالي هاد الناس إلا كانت النية ديالهم حقيقية توفير فرص الشغل في احترام المقتضيات القانونية والتشريعات الجارية بها العمل في هذا المجال ديال النقل بواسطة سيارة الأجرة. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، نضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد. شكرا جزيلا سي عبد الله، وكنشكرك من خلالك موقع انفاس واللي تاح لنا هذه الفرصه باش نتكلموا على هذه التجربه. واتمنى ان نجاح هذه التجربه راهين بالتكاتف ديال الجهود، بالدعم لا ديال السلطات المحليه لا ديال المهنيين انفسهم، والاعلام بشكل اساسي، لانه الاعلام هو اليوم هو صله الوصل بيننا وبين بين 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 المواطنين. نتمنى على الله ان الاعلام يواكبنا في هذه التجربه، اللي تنتمناوها انها تعمم، ما تبقاش مقتصره على مدينه الدار البيضاء، انها تعمم على الصعيد الوطني. مرحبا. شكرا. مرحبا سي دري. مرحبا.